هو احنا كده شكلنا مش هندخل كاس العالم، ما بيجيبوش مدربين كويسين بس، واللعيبه امبارح ما كانتش في حالتها. طول ما احنا في عدم استقرار سياسي فمش هيبقى في كرة قدم، ولا هيكون في استقرار لاي حاجه، اي لعبه رياضيه. لا احنا هنكسب ان شاء الله ماتش تشاد اللي جاي ونصعد الدوري بتاع المجموعات. هنتغيب كالعاده من كوتيفوار او غانا او الجزائر، لان احنا دلوقتي بقينا تصنيف ثالث. مش هنخش خالص كاس عالم، مفيش كاس عالم هيخش مصر ابدا اساسا. يعني ايه الفريق؟ واحد اسمه باسم مرسي بيشوط لك اي كره تيجي كده يشوطها. المنتخب كله مش هو لوحده. وانا رايي يعني في ظل الغيابات اللي كانت كتيره، منهم عبد الشافي ومنهم محمد صلاح، طبعا غيابات دي مؤثره جدا. طبعا عندك كان في سوء يعني الاداء امبارح كان كوبر مش المفروض ينزل مصطفى فتحي. عندك برضو كهربا برضو كان كل كوره ما مش باصي كده، مفيش الاداء مش جيد. ما اعتقدش ان هم هننافس على دخول تنظيم كاس العالم في مصر. ما اعتقدش ان مصر هتنافس على حاجه زي دي اصلا. يعني هي كانت في 2018 وبعد كده اتنقلت من لعدم الكفاءه المصريه. طول ما فيش تخطيط واتحاد كوره متخبط، ما فيش وديات ولا في اعداد للمنتخب. جايبين مدير فني عالمي اي نعم، بس ما فيش تخطيط ولا في اعداد ولا في تجهيزات. واخد اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك مجهده بقى لها سنتين، وبيستبعد لعيب زي مصطفى فتحي كان ممكن يبقى بديل كويس لمحمد صلاح، ولا في تكتيك ولا في اي خطه. ما قعد حسام غالي بره، فاحنا مش عارفين حظنا مع كاس العالم. حاسس ان شاء الله بدعوات الشعب المصري، واحنا في عهد جديد ان شاء الله. حاسس ان احنا هندخل المره دي، هي بس لازم قرصه كده، والحمد لله ان هي جت 1-0 بس النتيجه. ان شاء الله نعوض هنا ماشي، وربنا يهدي اللعيبه المصريين بتاعتنا. ننجح دي لما يكون في عزيمه. مفيش عزيمه. وبعدين المدير الفني نفسه مش التغييرات نفسها مش كويسه. منزل محمد ورده ده مش كويس طبعا. والله انا توقعت النتيجه، والكابتن محمود معروف برضو عجبني فيه حاجه، ان معظم توقعاته بتبقى صحيحه، لان دايما اللاعب المصري عموما واللاعب المصري ومن ضمنهم الاهلي والزمالك دائما لما يلاقوا فريق سهل او فريق فازوا عليه بنتيجه كبيره نعرف او نتوقع على طول لما يجي يلعبه تاني هيلعب اسود مباراه. وفعلا انا نفسي من واحد كنت متوقع ان مصر امبارح يعني النهار ما تطلع بنتيجه ايجابيه هتطلع تعادل. والله لو في امل ان اسرائيل تطلع من فلسطين يبقى في امل مصر تخش كاس العالم.